اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده 31 اغسطس عام مضى، سنه عدت على تولي ريني فايلر المسؤوليه الفنيه للفريق الاول لكره القدم بالاهلي. هو تولى التدريب زي النهارده بالظبط 31 اغسطس 2019. الاهلي لعب تحت قياده السويسري ريني فايلر 36 مباراه في مختلف المسابقات، تمكن من تحقيق الفوز في 28 مباراه، تعادل في 6 مباريات وخسر لقائين بس في مختلف البطولات. سجل الأهلي خلال 36 مباراة تحت قيادة ريني فايلر 78 هدف، واستقبلت شباكه 16 هدف، وجت مواجهات الأهلي تحت قيادة فايلر على النحو التالي. في بطولة الدوري لعب الأهلي تحت قيادة فايلر يمكن 23 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة بس، ولاعبو الأهلي سجلوا 56 هدف واستقبلت شباكهم 8 اهداف في دوري ابطال استقبلت شباكهم 8 اهداف في دوري ابطال افريقيا. قاد الفريق 10 مباريات، حقق 6 انتصارات و3 تعادلات وخساره واحده بس، وسجل 16 هدف واستقبلت شباكه 5 اهداف. مباراه وحيده في كاس مصر حقق فيها الفوز وسجل 3 اهداف واستقبلت شباكه هدف. ويمكن كنا بنتكلم من يومين على فايلر، وان هو اول ما مسك الاهلي او اول ما جه مصر عشان يدرب الاهلي يمكن كانت ظروفه مشابهه شويه لجوزيه، انه الناس بتتكلم شويه، الاعلام بيهاجم ليه الاهلي مش جايب اسم كبير، ليه الاداره ما جابتش اسم ليه خبره في افريقيا. ولكن مع الوقت واحده واحده اول ما مسك الفريق الناس لاحظت ان في فرق على مستوى الفريق فعلا ككل وعلى المستوى الفني لبعض اللاعبين بعينهم، والجمهور بدا يبقى في ظهر فايلر واحده بواحده ويثق في فايلر اكتر. والحقيقه انه لحد دلوقتي فايلر مع فريق الاهلي محقق فعلا اهداف كويسه ولسه اكتر باذن الله. ان شاء الله يكون اكبر حاجه جايه قريب باذن الله هي تحقيق بطوله افريقيا اللي هي طبعا حلم جماهير الاهلي.